أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جيمر بالعربي. النهاردة معانا لعبة زومبي. مبدئيا كده وقبل أي حاجة، تعالوا نعمل أبجريد. طبعا زي ما انتم شايفين الأسلحة، نعمل أبجريد مثلا السكوب، العدسة، نعمل أبجريد كمان تمام، نعمل ابجريد للفاير ريت. حلو برضو، لا غالي. تمام روسي، يلا احنا ما بنخافش. تعال بس كده، بس بالراحة. تقعد تجري، ما بحبكش تجري، ما بحبكش يعني الزومبي، ما بحبكش تجري. ليه تجري ليه؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا ساتر يا رب. يا ساتر يا اعوذ بالله. بس 300 كوين بس. انتوا بتجروا ليه؟ بتجروا ليه؟ تجروش يعني، تجريش. ما تجريش، امشي بالراحة كده. ايوه امشي كده بالراحة. ايه ده؟ ايه اللي جاي من هنا ده؟ تبيته امتى؟ تبيته امتى؟ ادي كويسة.
نفسي يعني بحب العاب الشوتينج، لكن مش بفضل النوع ده من الالعاب يعني، خصوصا الزومبي والحاجات دي. مش عارف، بحس ان هو عايز يعقدني في حياتي يعني، يديني سلاح ضعيف ويقول لي خش يلا بقى الناس دي يلا، وتعال نحط لك بقى ايه، ناس تجري عليك فجأة كده، زومبي يجري عليك فجأة، يخش عليك فجأة كده ويموتك فجأة كده يعني، وانت بقى سلاحك الضعيف ما بيعملش حاجة، ده انت كل واحد غلبان كده، انت بقى تدافع عني. وانت قافل الداتا، انا يعني اول مره بصراحه اشوف كده يعني، قافل الداتا اهو، في داتا ولا نت ولا واي فاي ولا اي حاجه، اعلانات ما شاء الله. لا ده نزلت اعلاناتها جاهزه، حاجه عظيمه والله، حاجه جميله يعني. لعبه بتنزل باعلاناتها كده يعني، اسره مع بعض. طبعا في معانا سلاح اهو كمان، الحمد لله لقينا AK-74 شوت جان سنايبر، في حاجات اهي، بس طبعا لازم تعمل داونلود بقى عشان ايه، تحمل الاسلحه دي وتقدر ان انت تشتريها. واحنا علشان غلابه قوي وفقراء قوي، هنعمل ابجريد للسلاح اللي معانا وخلاص. حاجة والله تقنية قوي في النوعية دي من الألعاب، بقت معروفة خالص وحفظناها يعني، حفظنا النوعية دي من الألعاب. أولا لازم الصوت التخين هيد شوت كده، لازم ده أساسي يعني، أنت بتلعب لعبة جيمنج فلازم يقول لنا إن انطلاقة الصوت تخين وكده عشان يهزك يعني، انت بتلعب لعبه زومبي عايزنا نطلع لك صوت رقيق مثلا، لا هيت شوت حاجات كده لازم، ولازم الزومبي يطلع لك فجاه، انما يعني يطلع لك كده انت مثلا بتبص على تارجت معين تلاقي جالك من وراك مثلا، جا من جنبك، ده لازم برضو، دي من الحاجات الاساسيه. الخزنه بتاعتك تفضى بسرعه عشان عبال ما تعمر وتشد الاجزاء بتاعتك يكونوا ايه، كلوا نصك يعني، فلازم الدم بقى يطرطش على الشاشة عشان انت ما تشوفش كويس، عشان فهمت هيشوف الاجواء يعني. فالعاب بقت متوقعة تماما يعني، وافكارها اتحفظت واتهرست قبل كده مليون مرة. مش عارف بصراحة، هي اللعبة مشدتنيش قوي يعني، مشدتنيش يعني. اخيرا، مش انت الراجل التعبان، مش انت الراجل التعبان اللي كنت بيقعدوا يكلوا فيه،
مهندسين شطار في اللعبه دي. بيبقى في براميل كده شبه دي بس لما تضربها تفرقع. هم غالبا ناسين او كلاب اهو كمان. لو كلاب كمان التنوع برضه يا جماعه التنوع. اضرب مين ولا مين يعني اللعبة يا جماعة ما فيها اي نوع من التنسيق، مش اي نوع من التنسيق. عمال تواجه الرشاش بتاع يعني عمال بواجه الرشاش بتاعي في اي في مكان وعمال يضرب اضرب 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 بسرعه بسرعه في اي حته في اي حته في اي حته. لا 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 بسرعه 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 يلا وبس وبس. يعني لعبه ما شدتنيش خالص، تقليديه تماما زيها زي بقيه العاب الزومبي. صوت التخين، الناس اللي بتظهر فجاه، الزومبي كتير قوي، تفضل تضرب بسرعه ما بيموتوش بسهوله، تفضل تضرب بسرعه 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 برضه لحد ما الوقت يخلص او لحد ما انت تموت او اللي معاك يموت. و بس فكفايه عليها كده. و